هذا الموجود اخترت هذه اللي تكون هي اللي تدير الفرع وتكون المسؤولة عند الفرع وعن الموظفين والموظفات الموجودين براتب 15,000 ريال، مش 10، العشرة لباريستا، هذه ب15,000 ريال راح تكون هي المسؤولة، وبكرة بإذن الله راح يتم توقيع أول عقد ب15,000 ريال. أعرف أن الرواتب عالية، ولكن بما أنكم فريقي وبما أنكم عندي فتستاهلون، وبإذن الله أني ما راح أقصر معاكم، وبإذن الله مثل ما وعدتكم راح أرسل لكم خطة وظيفية تعيشكم برغد العيش. ما راح أقصر مع أي واحد حط يده بيدي. أرجع وأقول هدفي خدمة وطني وخدمة بنات وشباب هذا الوطن، وراح يتم بإذن الله التوقيع بكرة أو بعد بكرة على حسب جدولي، ولكن إلى الآن الأمور أقول أني بكرة بإذن الله راح أوقع معاها، وكل شيء راح تشوفونه بأعينكم، هو مش مجرد كلام ولا مجرد مبالغة. بكرة راح تشوفون أول مديرة فرد أوقع معاها براتب 15,000 ريال. أنا داخل بقوة وداعم للشابات والشباب، وأستقطب الناس اللي فعلا يستاهلون، وفي نفس الوقت مثل ما قلت لكم سأصنع جيل مهتم ومتقن وفاهم بالقهوة وبصناعة القهوة. ما راح أقصر لا بالرواتب ولا بالوظائف ولا بالفروع ولا بأي شيء، وكل فرع راح يكون له مدير فرع، وكل فرع راح يكون فيه موظفين، وكل فرع راح يكون فيه باريستا، وكل فرع راح يكون فيه كل الأشياء اللي فعلا يحتاجونها الناس، بمقابل أني راح أنزل أسعار المنتجات عندي. فالديكورات راح تكون من أفخم الأشياء، الأكواب راح تكون من أجود الأكواب، المكان اخترنا مكان جدا جميل، جدا راقي، جدا فخم، المكاين حقت القهوة جبناها من أفضل المكاين عالميا، البن أو القهوة جبناها من أجود الأنواع الموجودة، فما راح أقصر بأي شيء. وفوق هذا كله رفعنا رواتب الموظفين ونزلنا أسعار المنتجات، وما توفيق إلا بك يا الله.